نتكلم النهارده عن اجتماع هام في توقيت كمان مهم في ظل احتياجات متزايده، ماذا عن الاكتشافات الجديده التي ممكن ان تحدث في الفتره المقبله؟ هو الحقيقه اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركه اباتشي ونائبه والمدير المالي الحقيقه بياتي في اطار تقليد تتبعه القياده السياسيه لمواجهه اي ازمات تتعلق بقطاع الطاقه وقطاع البترول على وجه الخصوص، حيث يحرص سيادته على اللقاء المباشر مع قيادات الشركات العالمية لضمان استمرار التعاون المثمر بين مصر والشركات العالمية في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز. الحقيقة التوقيت ده بيأتي في فترة في غاية الأهمية الحقيقة في ظل ظروف صعبة تعرضت لها مصر في قطاع الطاقة، لأننا فوجئنا جميعا بتلك الظروف وتحولنا من تصدير إلى استيراد الغاز. لذلك كان لابد من إعادة ثقة شركات البترول العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف باعتباره قاطرة تنمية صناعة البترول، وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية حقول جديدة. يعني اللي حضرتك تقصده ان اجتماع الرئيس النهاردة مع شركة اباتشي هو في ضوء تشجيع المستثمرين الاجانب للاستثمار في مجال الطاقة، خاصة ان الشركة كمان موجودة يعني منذ سنين طويلة في مصر. انا هقول لسيادتك برضو لان احنا عندنا ذاكرة السمك زي ما بيقولوا، قطاع البترول الحقيقة تعرض منذ اكثر من 10 سنوات لفترة تقاعست فيها شركات البترول العالمية عن ضخ استثمارات جديدة. صحيح. بسبب تراكم مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة المصرية واللي وصلت في حينها 6 مليارات دولار. لكن من خلال اللقاء المباشر بين القيادة السياسية وقيادات الشركات العالمية ومن خلال إعلان مصر الالتزام بتلك المستحقات حدثت انفراجة كبيرة جداً توجت بالإعلان عن اكتشاف حقل زهر، وإن شاء الله برضو بعد اللقاءات الجديدة دي يتم الإعلان عن اكتشافات جديدة مؤثرة أخرى، لأنه الحقيقة منذ أكثر من 8 سنوات لم يتم الإعلان عن تحقيق اكتشافات مؤثرة تعوض ما يتم استهلاكه، لأن احنا استهلاكنا كبير. احنا الاستهلاك حجم الاستهلاك قد ايه سنويا يا فندم؟ لا هو الرقم تحديدا مش عندي دلوقتي. لا يعني هل لو قارناه بنوفر قد ايه مثلا او بنستورد او بيتم الاستيراد بكام؟ هقول لحضرتك فاتوره استيراد الغاز الطبيعي قبل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي كانت 3 مليار دولار سنويا. وده توقف منذ عام 2018 عندما بدأ إنتاج حقل ظهر الحقيقة وسد احتياجاتنا، بل كان في فائض قدرنا إن احنا نصدر منه، والحقيقة صدرنا بكميات وصلت حوالي 3 مليار في عام 2022 و 8 مليار دولار في عام 2023. إذا عندما يتم تقييم الموقف ويتم تدارك الموقف، وده الحقيقة أنا شايف إن الوزارة بدأت في تدارج السلبيات اللي واجهت قطاع البترول خلال الفترة الماضية من حيث الاهتمام بقى بتنمية حقول الغاز، لأنه الحقول اللي بتنتج بيتراجع إنتاجها فلازم أحفر أبار جديدة. أخيرا أعلنت الوزارة عن إنتاج 200 مليون قدم مكعب من خلال بيرين جداد، هم غار بريفين 4 و5 بالبحر المتوسط، وحفر بيرين جداد في منطقة جيزة وفيوم باستثمارات 120 مليون دولار. بالرغم ان الكميات قليلة لكن بالتأكيد هي ستقلل من فاتورة استيراد الغاز اللازم لاحتياجاتنا المحلية. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا دكتور رمضان ابو العلا استاذ هندسة البترول، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم.